دليل وتسكت بقى يا جحش انت؟ الراجل مصدقني. لا وبعدين حط في بقك حزمة برسيم واسكت. اسكت بقى. مظبوط يا فاطين، برسيم كويس عشانك. يا ريت بقى يا معلم درغام تسلمني امي وعروستي وتخلينا نمشي، ويا دار ما دخلك شمس. مش قبل ما تنفذ الاتفاق اللي كان بيننا. اتفاق؟ اتفاق يا معلم درغام؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الراجل بتاعي يطلع براه في جلسه النهارده. حصل ما حصلش اقرا الفاتحة على حريمك. دي برضو اصول يا معلم درغام؟ دي اصول؟ هي دي الرجوله؟ مش مفشفشين، مش هننصد ولا نرد. انا بهوش بس يا عم عزوز ما تقلقش. من غير تهويش وكلام ماسخ، الراجل يطلع براه اهلا وسهلا. ما حصلش يبقى الكلام خلص كده يا معلم درغام كده. طيب شوف بقى دي، عايزين نطمن على حريمنا بقى لو سمحت. ايوه عايزين نطمن على حريمنا. يعني لو هو فين من هنا؟